اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، انطلاق الشوط الثاني من مقابله سيدات الوداد الرياضي امام رجاء عين حروده. كيف كتبوا معنا في هذا الاثناء، الشوط الاول انتهى بتقدم فريق رجاء عين حروده بهدف مقابل شيء ضمن منافسات كأس العرش. إذا الشوط الثاني الآن متواصل في هذه الأثناء، مقابلة طبعا الحال قوية كتدخل ضمن مقابلات منافسات كأس العرش. إذا في هذا الأثناء تقدم رجاء عين حروده بهدف مقابل شيء على حساب فريق الوداد الرياضي للسيدات. إذا في هذا الأثناء ضربة مرمى لرجاء عين حروده. إذا بطاقة صفراء في هذه الأثناء لعميدة فريق رجاء عين حروده أمال الوفي. بطبيعة الحال تأخير الوقت طبعا. إذا أول إنذار في هذا المقابلة رجاء عين حروده من عميدة الفريق أمال الوافي. إذا الكرة عند سلمى القرش تجاه الجهة الأمنا عند نادية الفطح. إذا تدخل جميل عند لاعبة رجاء عين حروده كترجع الكرة للدفاع، دفاع سيدات الوداد الرياضي. إذا الحنفي لعبة رجاء عين حروده تتحصل على خطأ في هذه الأثناء. إذا كنشوفوا السقوط أحد لاعبات الوداد الرياضي سلمى القرش، وإنذار ثاني في صفوف رجاء عين حروده هذا الأثناء بعد التدخل القوي. إذا أميرة كارميلا لاعبة رجاء عين حروده كتلقى البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيد تجاه سلمى القرش لاعبة سيدات الوداد الرياضي، اللي كتستفاد من الخطأ في هذا الأثناء وكتنفذ في هذا اللحظات عن طريق اللاعبة سلمى القرش. إذا كيف كتبوا الكرة بعيدة على المرمى. إذا نذكر دائما بنتيجة اللقاء، دائما تقدم رجاء عين حروده بهدف مقابل شيء على حساب سيدات الوداد الرياضي تلعب الآن ضمن منافسات كأس العرش. إذا الكرة الآن في جهة اليمنى عند رجاء عين حروده. إذا تدخل جميل من سيدات الوداد الرياضي. إذا الكرة الآن عند سلمى القرش. إذا كيف كتابعوا تغطية جميلة عند لاعبة رجاء عين حروده، والكرة خرجت التماس لصالح سيدات الوداد. تلعبوا الآن الشوط الثاني من المقابلة تدخل في إطار منافسات كأس العرش.
فوالا. رجعت من الدفاع سيدة جديدة الرياضية اللي كتحاول تقدم لي الأمان تتمرن مع النادية نادية لعبت سيدة الوداد الرياضي وخروج موفق لحارسة مرمى رجاء عين حروب. أبو الفاس حداد إذن الكرة الآن عند سمية الهدي كتمرنها لسلمى القرش كتمرنها للجهة اليسرى لسكينة مؤمن للأمام شيماء الإدريسي لكن الكرة خرجت ورايا مرفوعة معلنا عن تسلم. الآن تلعب الشوط الثاني من المقابلة نتيجة تعادل هدف لمثله بين الفريقين. من لعبة رجاء عين حمدة ولا أمير. إذن سلمى القرش كتمررها للجهة اليسرى عفور بنتيجة اللقاء التعادل هدف لمثله بين الفريقين.
إذن الكرة خرجت للشوط لصالح رجاء عين محرضة والتماسي لفت هذه الأثناء مقطوعة من عند سلمى القرش لاعبة سيدات الوداد الرياضي. مرة أخرى الكرة تخرج للشوط لصالح رجاء عين محرضة. إذن ضربة خطأ لصالح سيدات الوداد الرياضي. كنظن أنها غادي تنفذها سلمى القرش لاعبة سيدات الوداد. سلمى بوغرش تنفذ الخطأ. إذن في اتجاه اللاعبة رانيا سلمي لكن تدخل الدفاع تغطية دفاعية من رجاء عين حدودة والكرة خرجت ضربة مرمى لحارس رجاء عين حدودة. شوف ده. إذن الكرة الآن عند حارسة مرمى الوداد الرياضي شيماء عاصم تمرر اتجاه وهبة جليلة. لمست يد كتبوا معنا في هذا الأثناء وركلة حرة مباشرة لفريق الوداد الرياضي طويلة تجاه الأمام وخروج موفق لحارسة مرمى رجاء عين حريق. إذن الكرة خرجت للشرطة لصالح سيدات الوداد الرياضي. تماسي نفذ من عند وهبة جليل. يا سلمى يا بنتي يا اختي يا نجيب طارق نفاتي نجيب ادوس ام اف ام اداري ديال الوداد خربتي يا نجيب حرينا نفسي
حرية المسيري فري المسيري يا سلمى يا سيري ويبة سيري ويبة يا شوية عليك شوية عليك سيري ويبة برافو سيد برافو سيد برافو إذن الآن الكرة في الجهة اليمنى لسيدات الوداد الرياضي وتمريرة جميلة لكن ضائعة عند الأثناء. دائما نذكر بنتيجة اللقاء التعادل هدف ليميت بين الفريقين. ما مدلك يقول الكلام نجيب إيدو السكر في الولفة وإداري فارق من إيدو الغدادين نائب مدير نائب مرباح مرباح وليك لي بلاس مضرعي وحسنا بين إيدي زويد وإيدي سادو إيكانز حتى هي يلا بعد ربعة كونترات بعد ربعة منها إذن التماس لصالح سيدات عين حارودة ينفذ في هذه الأثناء. إذن الآن الكرة في الجهة اليسرى رجاء عين حارودة تمرر في الجهة اليمنى.
للاعب إكرام دوا لكن سهلة عند حارسة مرمى الوداد الرياضي. شيماء عصيف كسرة طويلة تجاه نادية لكن تدخل الدفاع. نذكر بنتيجة اللقاء هدف لمثله بين الفريقين كلعب العشر دقائق الأخيرة من الشوط الثاني دائما التعادل. هدف لمثله بين سيدات الوداد الرياضي ورجاء عين حارودة ضمن منافسات كأس العرش. إذن التماس ينفذ في هذه الأثناء أهلي سيدات رجاء عين حارودة مقطوعة من عند سلمى القرش لاعبة الوداد الرياضي تجاه كتمررها النادية. هيدي كرة من جنب. سير سير سير
كرة التماس لصالح سيدات رجاء عين حريضة. انا بن شلون إذن التماس ينفذ في هذه الأثناء. دائما نذكر بمنافسة اللقاء تعادل هدف فعلين ثلاث بين الفريقين. نلعب الآن آخر 10 دقائق من الشوط الثاني. الشوط الإضافي
تم سقوط احد لاعبات رجاء عين حروده في هذه الاثناء. المقابلة وانتقال الأصوات الإضافية. إذن متابعي قناة جودة، بشكرا لكم على البث.